السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعزائي المتابعين، مثل ما عودناكم كل يوم عندنا قصة، وكل قصة غير الثانية. لا تروحوا، راجعين، خليكم معنا. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، ورجعنا لكم مع القصة الأولى وهي من مصر. بقول صاحب القصة وهو عسكري مجند، التجربة حدثت معي أنا شخصيا وزميل إلي أثناء تأديتنا الخدمة العسكرية. قول التحقق بسلاح الدفاع الجوي، وكان مركز تدريبنا بمنطقة صحراء دأشور اللي فيها عدد من الأهرامات وبتحمل نفس الاسم أهرامات دأشور، وكان توقيت تجنيدنا بشهر واحد وهو شهر بارد جدا. قول وفي يوم أثناء وجودنا بالمعسكر اقترح بعض الأصدقاء أننا نتسلل لبيوتنا قبل المغرب ونرجع قبل الساعة 6 الصبح، ومعروف انه ليل الشتاء طويل والفجر بيطلع متأخر. وبالفعل كنا احنا وسبع جنود رايحين على بيوتنا. قول صاحب القصة، انا وسبع جنود كنا ماشيين اسفل طريق عالي بيمشي عليه قطار بينقل خام الفوسفات عبر الصحراء اللي بمصر الى ميناء بالبحر الاحمر عشان التصدير، وكنا بنتخفى أسفل طريق القطار العالي عشان ما يلمحنا أي واحد من الشرطة العسكرية، وكان هالطريق بيتقاطع مع طريق القاهرة الفيوم. بقول مشينا جنب طريق السيارات ووصلنا قرية جنب جبل صغير بيخترقوا سكة حديد القطار، وبدلنا ملابسنا لملابس مدنية ودفننا الملابس العسكرية جنب الجبل وحطينا كل منا علامة على مكان ملابسه، واتفقنا انه نتقابل الساعة 4 الفجر بنفس هذا المكان. وقول صاحبنا وصلنا الطريق وافترقنا كل واحد لمحل اقامته. رجعت انا وصديق بيسكن قريب جدا من بيتي بالميعاد، بس ما لقينا واحد من باقي المجموعة، وكنا اتفقنا انه واحد من اللي ما اجوا يجيب كشاف. وانتظرنا انا وصديقي حوالي ربع ساعة وخفنا انه نتأخر على المعسكر والطابور الصبح، فاقترحت انه نرجع انا وهو فقط لانه علامات ملابس العساكر الثانيين موجودة، ويعني معناته بعدهم ما اجوا من بيوتهم. بقول مشينا بالظلام والبرد شديد جدا مع شريط القطار، ولما تركنا الجبل ورانا التفتت ولمحت كأنه في ظل كبير واقف بأعلى الجبل القصير بيراقبنا. بقول خفت اني اذكر هالشي هذا صديقي لاني بعرف انه بخاف جدا وبسهولة، وصرت اتحدث معه واني اشعر اننا مراقبين طول الوقت، واني بنظر حوالي وخلفي وبالكاد بشوف اللي حوالينا لوجود ضباب ظهر بعد ما بدأنا المشي بشوي. بقول صاحبنا لما قربنا من المعسكر وبدأ الفجر شوي شوي يجي، لاحظنا اشي بيشبه عمود عملاق قدامنا وبيتجه نحونا وبطريقنا، ولما اقتربنا منه وبدأ الضباب يروح وكنا بمنخفض بين التلال، توقفنا احنا الاثنين ونظرنا لبعض بدهشة. فالعمود اللي شفناه كان ساق عملاقة لشخص عملاق، يعني نكاد انه ما نشوف راسه من كبره، وكانت الساق كأنها ساق حمار اجلكم الله او حصان. بقول احنا اختفينا من الخوف خلف التلال وحدقنا ونحن مرعوبين، يعني رعب ما بعلم فيه غير رب العالمين. بقول شفنا شخص عملاق براس حصان وإله عرف وشعر حصان برقبته، واقف بيلتفت وكأنه بدور علينا أو عن إشي ثاني.
بقول احنا تجمدنا بمكاننا، وبعد شوي مع تزايد نور الصبح شوي صهل هالعملاق بصوت عالي ومرعب، وبعتقد انه خدمات الحراسة على المعسكرات المجاورة سمعته، لاننا سمعنا من بعيد افراد الحراسة بينادوا على بعض بكلمات التمام. وسار هالعملاق وابتعد باتجاه الصحراء بمنطقة هي مقلب للقمامة، قمامة المعسكرات، وبعدين اختفى. بقول صاحبنا جلسنا أنا وصديقي بمكاننا حتى طلع نهار وانجلى الطريق ورجعنا للمعسكر. ولما قصينا اللي صار مع عريف قديم بالمعسكر لامنا بشدة على الخروج من هاي المنطقة العسكرية، لأنه هاي المنطقة اللي مرينا فيها هي مسكونة بالجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر أنه بعض المجندين خرجوا بليلة بيقصدوا قرية صغيرة قريبة عشان يروحوا لمقهى هناك، وشاهدوا نور من بعيد ظنوا أنها أضواء القرية، وساروا ساعات والنور ما بيكتروا. ولما طلع النهار كانوا تائهين بالصحراء عكس اتجاه القرية اللي هم رايحين عليها أصلا. بقول ولحسن حظهم قابلوا بعض البدو من اللي ساكنين بالمنطقة ورجعوهم على المعسكر اللي كان بيبعد عنه حوالي 50 كيلومتر تقريبا. ساروا طول هالليل مسافة 50 كيلومتر، وحذرنا من تكرار الخروج بهذا المكان. وعاد باقي الزملاء بعدين بساعات مع بعضهم بالنهار وتعرضوا للعقاب، ومن هذا اليوم ظهر الشيب في شعر راسي وصار يكثر من شدة الخوف. واحنا الآن لما بقابل صديقي أني وصديقي لما نتقابل بنتذكر هالأمر وبنحمد رب العالمين على نجاتنا منه، لأنه ذكر لي كبار بالعائلة فيما بعد أنه اللي شفناه يسمى مارد، وهو من أخطر أنواع الجان، وإذا مسك بينا كان دفننا أحياء بالصحراء أو قتلنا أو أصابنا الجنون من شدة الخوف. أما القصة الثانية أعزائي المتابعين، سيدة بتحكيها بتقول أني سيدة متزوجة وساكنة بدولة أجنبية، مقيمة بدولة أجنبية. بتقول بعيش حياة هادئة أني وزوجي وطفلي، بس في مشكلة بتأرق حياتي وبتدمر نفسيتي وما بعرف لها شو هو الحل. بتقول صاحبة القصة أني ما بشتغل، وبحكم عمل زوجي فهو بيظل من الصبح للمساء بالشغل، فبضطر البقاء أني وابني مع بعض طول اليوم. مشان هيك يعني مو هذا المشكلة، المشكلة أني بدأت أشوف أشياء غريبة بالغرفة اللي بيتي، وهذه الغرفة بقوم بتجهيزها لابني. يعني هالسيدة هاي صارت تشوف أشياء غريبة من غرفتها للغرفة اللي بتجهز فيها ابنها. المهم بتقول مرة رحت للحمام فسمعت صوت خشخشة خفيفة وسرعان ما على صوتها، فرحت أتفقد الأمر، وفجأة ظهرت قدامي قطة سودة صغيرة وكأنها ولدت لحظتها، يعني صغيرة جدا كأنها توها مولودة. بتقول ارتعبت وسكرت الباب ورجعت فتحته بس ما لقيتها لما فتحته. بتقول صاحبة القصة مع مرور الوقت نسيت الأمر حتى تكرر مرة ثانية. بتقول إن لقيت نفس القطة بس هالمرة بحجم أكبر شوي وداخل خزنة ملابسي. بتقول حاولت إني أخوفها بس ما كانت تخاف، ورتمت يعني رمت نفسها بدهت عضني. بتقول خبرت زوجي فكذبني كثير، ومن أسبوع بتقول لقيت خربشات على إيد ووجه ابني بتشبه خربشات الأظافر، ولما سألته قال لي إنها قطة الجيران. ومع العلم بتقول صاحبة القصة إنه إلنا جار عجوز مقعد ما بيملك أي حيوان أليف. بتقول وأعطاني نفس مواصفات القطة اللي دائما أنا بشوفها. عسى المتابعين
يعني دائما وابدا دائما وابدا دائما وابدا بنظل نكرر ونقول تحصنوا بالاذكار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. دائما تحصنوا بالاذكار. اذا بتشوفوا مثل هيك اشياء شغلوا سورة البقرة، شغلوها، مش اقروها، شغلوها على التليفون على مسجل سي دي، وافتحوا الشبابيك وافتحوا الابواب، وان شاء الله ما راح يمسكم اي سوء باذن الله عز وجل. اعزائي المتابعين، لهون انتهى الفيديو. ان شاء الله يكون حاز اعجابكم. يا ريت تكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل اعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير. السلام عليكم.